السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى محاضرة بعد ما كملنا ضمن السوات، بعد ما كملنا إضافة يعني نمذجة الأمور، أو إحنا نسميها البروجكت ستركتشر، على البروجكت أو الإنجينيرينج بروجكت ستركتشر اللي بداخل الحوض النهر اللي هي الريزرفوار. بالمناسبة إحنا بوقتها ما ضفنا بوينت سورس ديسشارج لأن ما كان عندنا، بس تقدر تضيفها إذا أنت كانت عندك بوينت سور، وإذا كان عندك إنلت يدخل إلى داخل النهر اللي خاص بيك أو منطقة الدراسة الخاصة بيك، ريزرفوارز تضيف للصب بيزن ديتا، أكفد أمور ثانية. إحنا كان عندنا ريزرفوار، عدد من السلول مقام على طول منطقة الدراسة، هذه طول منطقة الدراسة إن واحد يقدر يعدلها أو يضيف عليها أو يعمل ديتا. فضروري انه ننتبه لهذا الموضوع، لان انت اذا النهر مالتك اللي عندك بي عندك يعني مثلا يعني مثل ما نقول منشآت او ستراكشر، ما تقدر تعتبر الجريان اللي يصير بي هو يعني ناتشرال فلو. والدليل انا هنا هسه اذا اوضح لك اياه، حاولنا نتناوله، كتبنا الدام ريزرفوار موديلينج حتى يعني نسولف عن هذا الموضوع. قلنا there are many hydro engineering project على يعني بالنسبة لمنطقة دراستنا، وتكلمنا عليها. ها شوف، لاحظ هاي العبارة، اريدك تركزي على هذه العبارة، هذه العبارة هسه اسوي لك الها حتى تعرفها انت. هاي دي يقول انه some located، الغرض من عندها. هاي اللي احنا سوينا لها selected، راح شو تغير لنا هذا الهايدرولوجيك ستراكشر اللي انشأت على طول مجرى النهر. That lead to، تؤدي إلى change in river shape and flow. هاي كلش ضرورية العبارة. هاي لاحظ سويت لك إياها باللون الأصفر. يعني وجود هذه المنشآت الهايدرو انجينيرنج بروجكت بالنهر راح تغير، يعني ما تخلي لك مجرى النهر يتصرف تصرف طبيعي. يعني مثل ما نقول يتصرف يسموه الفلو البي ناتشرال فلو. تمام عيني؟ لذلك ضروري نمذج هذه الخزانات. فاحنا سميناها دام ريزرفوار موديلينج. فنرجع على الموضوع نفسه، انه هو لازم انا شريد احسب الغرض من عنده، هذا يعني الخاص بي. الغرض من عنده انه اني انمذج بالسوات موديل يوز تو موديل نمذجة الريزرفوار اوف ذا دام تو استيميت الفوليوم، حتى نحسب حجم الماء الووتر المخزون بمن بهذا السد، يعني ريزرفوار فوليوم حجم الريزرفوار، لان هذا من راح يخزن لي شقد واعطيه شقد مقدار الاطلاقات المائيه. احنا سبق وتناولنا حتى على هذا الاساس يعرف هو شلون يسوي له نمذجه ويدخله. فبعد ما كملنا الفقره اللي هاي تناولناها بالمحاضره يعني الفاتت اللي خاصه بالنمذجه من ضمن الداتابيس، تروح على اخر خطوه اللي هي ران سوات تنفيذ البرنامج. اول خطوه دا يقول لك انه الديتا اللي استخدمتها انت اللي شخصت بيها الوذر ديتا، استخدمت من 1985 الى 2021. نعم اوكي، هاي اللي استخدمتها انت. نجي على شغله ثانيه، شنو البور بوينت سيتنج؟ هل هو ديلي؟ شو تريد النتائج مال الريزلت مال التصاريف اللي عندك؟ مو انت هسه سبق راح نتناولها، هسه ان شاء الله راح اسوي لكم هاي موضوع خاص بفيديو خاص. اول شيء قبل ما نوصل لتحليل الحساسيه وغيرها، اكو فد شيء لازم استوات كاب اللي هو كالبريشن للبرنامج. الكالبريشن شنو؟ لازم اني البيرفورم فلو راوتنج اللي يطلع لي من البرنامج مع الاوبزرفيت اللي انا جبته من الهيدرولوجيكال ستيشن، لازم شو اسوي؟ اسوي الكومبارجن يعني شلون مثل ما نقول ساتسفاكتوري، اللي هو بطريقة السوات كاب اللي هو اوتوماتيك يصير. تمام؟ فاحنا ايش نحتاج؟ نحتاج نطلع الفلو. فالفلو المتوفر عندك منها شنو هو؟ على اساسه اوفره هنا، يعني انت اذا وفرت بيانات يومية للتصريف فاطلب يومي، اذا وفرت بيانات شهرية اطلب شهري، واذا وفرت بيانات سنوية، هسه انا البيانات اللي عندي سنوي يرلي. تمام؟ فهسه شنو يقول لي؟ يقول لي الرينفول ديستريبيوشن، توزيع شو تريده؟ اسوي لك سيكويت او ميكس نو بروبلم. زين اخراج النتائج، هل تريدها على شكل 32 بت لو 64؟ انا اللابتوب 64 فراح اقول له اختار 64. تمام؟ بعد ذلك اللي قلنا سيت اب الران او سوات ران.
تمام عيني، هاي من تلقائيا، هذا دي يقول لك البون سورس، ان هذا يحدد لك البرنت سويل كذا، برنت سويل كواليتي. انا صراحه ما تهمني هاي الامور حاليا، اللي هي نوعيه المياه والسنو اوتبوت، اذا كانت عندك نقطه جليديه تذوب، الهيد ووتر، كانه اذا عندك على طول النهر ريجوليتر، كورس ريجوليتر، هيد ريجوليتر، نواظم غيرها، كل هاي نمذجها لك ويدخلها لك. فتقول له هنا ران الاوتبوت فايل فاريبل، هل يحتوي الال، يحتوي المينيمال، انت تعطي الال تمام. بعد ذلك تريد يسوي لك كاب مباشره، لو تريد اذا قلت لك كاب مباشره لازم، هسه احنا ما نريد كاب مباشره يعني اوتوماتيك، خلينا نسوي بدايه اول خطوه حتى ذاك يكون فيديو واحده. فتقول له سوات او سيت اب سوات ران، شوف لاحظ هنا هسه فينيشت بالسيت اب سوات ران، كمل لك ياهن. هسه نشوف النتائج، هاي سيت اب سوات ران، مسوي له ران سوات، هسه راح يسوي ران سوات. لاحظ هذا البرنامج هسه بدا يشتغل، ويندوز سيستم 32 ريسيف سويل ووتر اسسمنت بروجرام ريدنج فروم فايل اكزايتنج سوات 22. فهسه راح يكمل لك. اوكي اعيدها، انا بس ريت اشوفك اياها. هسه تلقائيا راح تنتظر يكمل لك البروجرام قراءه بالكامل. شوف هسه هذا الفراغ الفارغ هسه يكمل لك اياه، وكانك يسوي لك رن كامل بالتمام حتى يطلع لك التيبل ديتا تمام. فهسه مجرد راح اوقف الفيديو بشكل مؤقت على ما تكمل الرن الخاصه بالبرنامج. بدي اقول لك الريفيجن، اسم البرنامج بريفيجن، والبروجرام ريدنج فروم فايل كود، دي يسوي لك اكسكيوتنج اخراج للنتائج. فهسه راح على ما يكمل انه اخراج النتائج اوقف الفيديو بشكل مؤقت حتى ما يكون طويل وعرضه باليوتيوب بشكل ممل، مجرد انتظار اكمال الرن بروسيسنج. بس حبيت انوه قبل ما تخلص الرن بالنسبه للبرنامج، لاحظ شاشه التنفيذ الخاصه بها هنا دا يسوي لك اكسكلوتنج لكل يير الى ان تكمل السنوات. هسه وصل الى 26 سنه، أنا اليير اللي ماخذتهم هو تقريبا 42، فشوف ده يسوي لكل يير فياخذ وقت حتى يكمل. بس حبيت انوه انه اثناء الران للبرنامج حتظهر عندك هذه الواجهة، فعلى ما تكمل انه شقد السنوات اللي انت مدخلها الوذر جنريتر يكملن يقول لك كومبليت. فهسه احنا راح ننتظر الى ان يكمل ونكمل باقي خطوات الران خاصة بالبرنامج، لكن حبيت انوه لكم على هذه الفقره. هنا مثل ما تلاحظ بعد ما كمل البروسيسر كنطيك هاي العباره سوات ران سكسسفول، تقول له اوكي. بعد ذلك هاي تقدر تغلقها. هسه نروح للريزلت اللي خاصه بي، شلون اسوي لها اخراج. هسه نجي هنا المانوال كالبريشن، هاي تسوي هاي الريد قراءة الاوتبوت او سوات اوتبوت تمام. شنو تريد؟ امبورت الفايل تو داتا بيس، شو تقول له؟ سيف سيموليشن، وتقول له ايضا امبورت فايل داتا بيس. شو اللي تريد انت؟ لازم تقول له شو تريد من عنده، الاوتبوت للريش للسب بيزن تمام. هاي كل هالامور تقدر انت تحدد لها حسب انت شنو تريد تشيك، الاوتبوت الخاص او انت اللي تريد تخرجه من البرنامج.